وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شيع السوداني بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات الأحداث التي شهدها قضاء مخمور بين الجيش والبشمركة. الناطق باسم القائد العام للقوات اللواء يحيى رسول لفت إلى أن القائد العام للقوات المسلحة تابع ملابسات الحادث الذي أدى إلى وقوع 3 ضحايا وإصابة 7 آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية. وأكد رسول تشديد القائد العام على جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس للجانبين والتصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا للبلاد.